السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنتكلم عن رواية يوم الكتلة الزعيم لأديب نوبل نجيب محفوظ والصادرة عام 1985، واللي بتعتبر من أقصر رواياته حيث تقع في أقل من 100 صفحة، وبتدور أحداثها في فترة حكم وعصر السادات. يوم الكتلة الزعيم هي رواية سياسية خفيفة بيقدم فيها نجيب محفوظ نقد اجتماعي لفترة مهمة في تاريخ مصر، هي فترة حكم السادات، ولسياسة الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. السياسة دي أدت لتغيرات اجتماعية كبيرة، فارتفعت الأسعار وتحطمت أحلام الشباب وطحنت الطبقة المتوسطة. الجو العام للرواية بيسيطر عليه شعور القلق والاضطراب والضيق، إلا إنه في نهاية الرواية بنلمح بصيص من الأمل في نهاية النفق. يوم الكتلة الزعيم بتعرض أكتر ما بتحكي، بمعنى إننا بنقرأ مشاهد سينمائية سريعة. والجميل ان المشاهد دي اللي رسمها نجيب محفوظ بالكلمات عام 1985 بتحس وانت بتقراها في 2021 انها اتكتبت النهارده. الروايه بتعرض 3 اجيال من عيله محتشمي، وهي عيله قاهريه. ال3 اجيال هم الجد محتشمي زايد، والابن فواز محتشمي، والحفيد علوان فواز محتشمي. ال3 اجيال ضحايا الانفتاح وبيعانوا من الاغتراب. الشخصيه الرئيسيه هي الجد محتشمي زايد، هو مدرس متقاعد، نقدر نقول انه بيبلغ 80 عاما من الخبره، شاهد على ثوره 19 وثوره 52 واخيرا عصر الانفتاح. محتشمي زايد بينتمي للماضي، وممكن نعتبره هو صدى صوت لنجيب محفوظ. وبالرغم من ان الفكره العامه للروايه فكره مستهلكه، وهي علاقه شاب بفتاه علوان برندا، والاثنين عاوزين يتجوزوا، لكن الظروف الاقتصاديه بتحول دون تحقيق ذلك الهدف، وهو الزواج، زواج علوان فواز محتشمي براندا سليمان مبارك. فبتتجوز راجل من رجال الانفتاح، الا ان نجيب محفوظ حمل العلاقه البسيطه دي او الفكره البسيطه، قصه الحب البسيطه دي، ابعاد ودلالات اجتماعيه ونفسيه وثقافيه مكنته انه يستخدم العلاقه البسيطه عشان يحاكم عصر بأكمله. أحداث الرواية بتتصاعد عند خبر مقتل الزعيم أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، هو الحدث اللي بتدور حواليه أحداث الرواية كلها. بتنتهي الرواية بسجن علوان بعد ما قتل أنور علام في نفس يوم مقتل الزعيم، وكأن نجيب محفوظ بيحاكي بمقتل أنور علام مقتل الزعيم أنور السادات. فأنور علام نتاج سياسة الانفتاح الغير ممنهج، فهو ما عندوش أي قيم ولا أي مبادئ ولا بينتمي إلا إلى رغباته، وكل هدفه في الحياة إنه يسرق أحلام الآخرين، أحلام الطبقة المتوسطة. فسرق حلم علوان وتزوج خطيبته راندا سليمان مبارك عشان تكون راندا سلمه للتقرب لأصحاب النفوذ. فعل القتل في الرواية محمل بمعنيين متناقضين تماما. على المستوى العام هو الحرية، لكن على مستوى الفرد اللي هو علوان كان تقييد، لأنه اتسجن لفترة غير محددة في الرواية. أخيرا الرواية بتروى على لسان 3 شخصيات، هما الجد محتشمي والحفيد علوان وخطيبته رندا، لكن كل راوي من دول مش بيحكي نفس الحدث من منظوره، ولكن الأحداث بتتم بشكل متسلسل. فالرواية كلها عبارة عن مونولوجات داخلية سريعة، والمونولوجات دي مزيج من الذكريات والتأملات، لكن قليل جدا ما بنسمع صوت الابن فواز، وده أيضا تلميح لأثر الانفتاح. ففواز طول الوقت منشغل بالعمل في أكتر من مكان عشان يوفر احتياجاته واحتياجات اسرته، فما عندوش اي وقت عشان يشاركهم او يعبر اكتر عن افكاره وارائه. بنصح بالروايه دي لاي حد حابب يعرف راي نجيب محفوظ في سياسه الانفتاح في عصر السادات، وكمان رايه في ثوره 19 والعصر الناصري وثوره 52. والسلام عليكم ورحمه الله.